يظهر على الناس ويقول أنا ربكم، فمن هو غير الأعور الدجال؟ السلام عليكم، سنعرض لكم في هذا المقطع قصة الرجل الوحيد الذي قبل المسيح الدجال، فمن هو؟ اعتدنا دائما أن الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم هم من يروون القصص والأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن نحن اليوم أمام حالة استثنائية مع واحد من الأبرار تعرض لأمر عجيب، حيث رأى في إحدى سفراته المسيح الدجال وعاد فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بقصته، فروي عن الحبيب صلى الله عليه وسلم هذه القصة. وحدث أن هذا الصحابي كان في سفرة له وركب في سفينة بحرية مع 30 رجلا من قبيلتي لخم وجزام، فلعب بهم الموج شهرا في البحر حتى وصلوا إلى جزيرة جلسوا فيها، فمرت عليهم دابة عجيبة الشكل وكثيرة الشعر وتكلمت معهم، ثم أرشدتهم إلى كهف فيه المسيح الدجال، فذهبوا إليه وتحدثوا معه، فأخبرهم أنه أوشك على الخروج، إنه الصحابي الجليل تميم الداري الذي كان راهبا مسيحيا ثم أسلم ووفد إلى سيدنا رسول الله في السنة 9 للهجرة من فلسطين مع جماعة من قومه. وكان تميم الداري رضي الله عنه كثير العبادة وقيام الليل وتلاوة القرآن الكريم. أما الذي رواه النبي صلى الله عليه وسلم من أمر تميم الداري فحديث جاء في صحيح الإمام مسلم وغيره من كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن فاطمة بنت قيس أن صلى الله عليه وسلم جاء ذات يوم مسرعا فصعد المنبر ونودي في الناس الصلاة جامعة، فاجتمع الناس فقال: يا أيها الناس، إني لم أدعكم لرغبة ولا لرهبة، ولكن أخبرني تميم الداري أن نفرا من أهل فلسطين ركبوا البحر فقفز بهم الريح إلى جزيرة من جزائر البحر، فإذا هم بدابة لا يدري ذكرا أو أنثى لكثرة الشعر فيها، فقالوا: من أنت؟ فقالت: أنا الجساسة. فقالوا: فأخبرينا. فقالت: ما أنا بمخبرتكم ولا مستخبرتكم، ولكن في هذا الدير رجل فقير إلى أن يخبركم وإلى أن يستخبركم. فدخلوا الدير فإذا هو رجل أعور مصفد في الحديد، فقال: من أنتم؟ قالوا: نحن العرب. فقال: هل بعث فيكم النبي؟ قالوا: نعم. قال: فهل اتبعه العرب؟ قالوا: نعم. قال: ذاك خير لهم. قال: فما فعلت فارس؟ هل ظهر عليها؟ قالوا: لا. قال: أما أنه سيظهر عليها. ثم قال: ما فعلت عين زغر؟ قالوا: هي تدفق ملأة. قال: فما فعل نخل فيسان؟ هل أطعم؟ قالوا: نعم أوائله. قال: فوسب وسبة حتى ظننا أنه سيفلت. فقلنا: من أنت؟ فقال: أنا الدجال، أما أني سأطئ الأرض كلها غير مكة وطيبة. فقال صلى الله عليه وسلم: أبشروا معاشر المسلمين، هذه طيبة لا